السلام عليكم ورحمة الله. أزر في اللون، معلومات تفيد أن هناك زوج جنرالات متقاعدين، جنرال روتريت، نقلوا الباريز للاتصال ببعض الوجوه الناشطة ضمن الجالية الجزائرية في فرنسا باش يعني يدرسوا معاهم إمكانية وجود حلول لوضع حد للاحتجاجات، وضع حد يعني المطالب هذه، وخاصة أنه الجالية الجزائرية في الخارج لما تتحرك طبعا تأثر على الرأي العام الدولي، على المنظمات الدولية، على الصحافة الدولية، وشافوا باللي في الفترة الأخيرة الصحافة الدولية بدأت تنشر وبدأت تطلق وحبست هذاك التعتيم الإعلامي، فقال لك لازم نروحوا نتحركوا باتجاه هذه الجالية وحاولوا باش يشوفوا بعض الوجوه، وكل هذا بنية خنق الحراك ومنع عودة الحراك. كل هذا هو الهدف ديالهم، وطبعا زرع الفتنة في صفوف الشعب الجزائري. ملاحظة أنا في رأيي، هالمساعي اللي تقوم بها العصابة باتجاه الجالية الجزائرية في الخارج، أولا هي خاطئة في العنوان، غلطة في العنوان، لأنه اللي باش تتحاور معاهم وإذا كان نية وجود حل للخروج بالبلاد من هذه الأزمة، ماشي مع الناس اللي عايشين في فرنسا، لا، ولا الجالية ماهيش غير في فرنسا، الجالية راهي في بريطانيا، كاينة في بلجيكا، كاينة في إسبانيا، كاينة في كندا، راهي يعني موجودة بارتو الجالية، جايين غير اللي في فرنسا. وعلاش؟ لأنه فرنسا تضرهم، راك تشوف بدات وكالة الأنباء الفرنسية، الصحافة الفرنسية، البرلمانيين الفرنسيين بداو يتكلموا، البرلمان الفرنسي بدا يتكلم، دونك قال استنى نجو باش نهضموا الحالة في فرنسا. هذا خطأ، دونك غالطين في العنوان، ماشي من فرنسا اللي قادر تحرك ولا قادر تخمد الثورة، الأولى. ثانية، حتى الوجوه يعني ماشيين نشوف بدات تحرك مع الناس في فرنسا، الناس كاينين اللي ما تسمعش بهم، بعد خرجوا له زعماء وكذا، ما نظنش يكون عندهم تأثير لا على الجالية الجزائرية ولا على الشعب الجزائري في الجزائر. الحل الوحيد هو أنه هذه العصابة إذا حابة، إذا عندها النية الصادقة باش توجد حل للأزمة اللي راهي تعيش فيها الجزائر، عندها وجوه معروفة داخل الجزائر وماشي في الخارج، داخل الجزائر وماشي في الخارج، كاين وجوه معروفة، كاين ناس راهي في السجن، وناس تحت الرقابة القضائية، وناس راهي تحت الرقابة الشرطية البوليسية تحت العين، هذا اللي تروحوا تشوفوهم، ما تجوش تخلطوا في فرنسا خاصنا نشوفوا هذه الجالية. ولا واحد عنده تأثير على الشعب الجزائري ولا على مسار الشعب الجزائري، باستثناء الناس يراهم في الجزائر، في الخارج خرطوا في الخرطوا، جماعة حب يتكلم باسم الشعب الجزائري ما يقدرش يتكلم. دور الجالية، أنا هذا إيماني وهذه قناعتي، الجالية عندها دور كبير انها تكون هي تعطي صدى للصوت اللي يترفع في الجزائر. لما كان حراك في الجزائر وتخرج الجالية
في ألمانيا، في فرنسا، في بريطانيا، في كندا، في بلجيكا، يتظاهروا يعطي الامتداد للحراك اللي راهو في الجزائر. نعم يزعج، وفي نفس الوقت يوعي الرأي العام الدولي. أما تخرج وحدك في شوارع باريس ولا في بروكسل ولا وين بغيت، قول لك واش الشعب تاعك اللي واش راهو ساكت، وحتى العصابة تزيد تقلل من قيمتك، تقول لك واحد ما راه يتبع فيك تركتك في البريوش في فرنسا، والشعب راه في الجزائر وعايش بالحارة ولاباس عليه. دونك الجالية دورها الأول هو أنها تكون امتداد، تكون صدى للصوت اللي يترفع في الجزائر. ثانية أنها تدعم الحراك باتصالات مكثفة لدى المنظمات الحقوقية الدولية الغير حكومية، والمليح الغير حكومية. يلزمها تقوم بعمل تجاه المنظمات باش هذه المنظمات تضغط على عصابة ولاد الحرام، كلما هذه العصابة تمارس القمع وتعذب وتدخل الناس للسجون. هذا الدور تاع الجالية. أما باش الجالية تتفاوض وتناقش حلول مع ممثلين تاع العصابة يجيو لباريس، ما عندهم وين يروحوا، ما عندهم وين يروحوا، ولا واحد قادر يأثر لا على الجالية ولا على الشعب الجزائري في الداخل. هذا باش تكون الأمور واضحة وضوح الشمس، لأنه كاين تحركات سرية، وكاين ناس غير معروفة، ناس اللي ما دفعتش ثمن النظام حابة تشير في الموجة على موجة الحراك وتتزعم وتلعبها أراني هنا شكون يسمعني. الشعب الجزائري ما هوش طنح، ولا واحد قادر يتكلم باسمه في الخارج، وراه ما في الداخل كاين وجوه، كاين رجال وكاين نساء ما شاء الله، وهذو اللي نطلبوا منهم انهم يتوحدوا، انهم يوضعوا خطه، انهم ياثروا، انهم يرافقوا الحراك. سمعت؟ وما على الجاليه الا ان تقف الى جانب هؤلاء الرجال وهذه النساء باش ما يتعرضوش للقمع. لما كان يمطب ويدخل الحبس ولا واحد يتحرك يخليه قلاو في الحبس خلاص، لما تجعديته في الحبس قلاو في الحبس خلاص، لما ابراهيم العلام راه في الحبس قلاو في الحبس خلاص نسكتوا عليه. لا، دور الجاليه انها ترفع. شوفوا برك لما كريم طابو دخل الحبس تحرك واحد زاء مجلس حقوق الانسان الامم المتحده خلى العصابه تتزعزع، راحت طلقت اميره بوراوي، طلقت جماعه شباب هذوك اللي قالوا كليتو اللحم ب 18000 لا مازال، بدات تطلق في الناس باش زعما العباب اللي راك تلقط كريم طابو ماشي تحت الضغط الامم المتحده، وانما هي حبت يعني تتكرم عليه. سمعت؟ ولكن كنت كشفت الرساله اللي بعثت بها مجلس حقوق الانسان الامم المتحده، والرد السيء تاع حكومه العصابه. هات كشفت الامور باللي تحرير كريم طابو كان تم تحت ضغط مجلس حقوق الانسان الامم المتحده، وليس صدقه ولا مزيه من عصابه اللي هدفها انها تتخلص من كريم طابو. نفس الشيء بالنسبه لاي مواطن، اي مناظم باش يخرج لابد من العمل تجاه المنظمات الدولية. اليوم نزيد نعاود موضوع مثلا محمد عبد الله اللي راهو يتعذب في السجن العسكري تاع البليدة، ما يتحل إلا بتدخل
من منظمة دولية حقوقية واللي تطلب زيارة السجين والحديث إليه. وهنا تشوفوا كيفاش العصابة تركع، لأنه العصابة إذا جات تحوس باش تخلط، وهذه من الأمور اللي زعما يلعبوها، يقول لك خصنا نديروا ما بيناتهم فاشلين ما يعرفوش أغبياء. الأمور اليوم تحوس العصابة تخلط في الجالية وعملت لك هذيك محافظة وحدة قال لك مسؤولة على الجالية، وهذا العمامرة زادوا له بالإضافة للوزارة الخارجية الجالية الوطنية في الخارج، جالية رافضتكم، جالية ما تشاركش في انتخاباتكم، جالية تشوه بكم وحيثما حللتم وحيثما وجدتم، جالية تقوم هذا دورها. أما باش تجي تشوف لي بعض العناصر الطفيلية انتهازية وتجيب قال روحو نحكيو باش نوجدو حل، الحل راهو في الجزائر ماشي في باريس، الحل في الجزائر ماشي في باريس، والجالية ماهيش في باريس، الجالية راهي في لندن، راهي في اوتاوا، راهي في مدريد، راهي في اسبانيا، بارتو راهي بارتو الجالية الجزائرية. صح اقوى جالية هي راهي في فرنسا، ولكن من المفروض هذه راهي مشكلة أقوى لوبي، أقوى لوبي، ولكن لا، اللوبي هذا اللي راهي في فرنسا، لوبي جزائري غايب ما كانش، ماهوش موجود، ما كانش حاجة اسمها لوبي جزائري، لأنه تكون عندك لوبي لما تكون تنتمي إلى دولة قوية. ماشي دولة باندية، دولة كذابين، دولة بلاطية، دولة سوفج، سمعت، دولة تاع الشيوخ ما بقى لهم والو، هرموا، انتهوا، بيريمي، فاسدين، سراقين، قاعدين، محافظين على المقاعد باش ما يدخلوش الحباس فقط، لأنهم لحقوا إلى درجة من عادوا تصفية الحسابات بالحباس، يدخلوا بعضهم الحباس، هذه هي الحكاية. آخر كلمة، حل الأزمة، وأزمة كبيرة تعيش فيها الجزائر، وماشي بالأكاذيب تاعهم اللي يقول لك رانا لاباس عليه ورانا كذا، اللي باش يحلوها، إنما الحل تاعها في الجزائر مع وجوه سياسية معروفة من محامين، من سياسيين، من إعلاميين معروفين دفعوا الثمن. هذا أي حوار أي نقاش يكون معه، ربي يقدر الخير بلادنا وربي يبعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله.